أبدأ من عبد اللي الذي كنت ربما السباق في الحديث عن هذا اللاعب منذ أكثر من 15 يوما، عندما سئلت حول وسط الميدان قلت لك عبد اللي وميريزيكا. عاد عبد اللي في انتظار ميريزيكا. ربما عودة بلومي الذي لطالما تحدثنا عن هذا اللاعب وعن المنح التصاعدي الذي يخوضه هذا اللاعب في البطولة الإنجليزية. أيضا شيبي عاد إلى المنتخب الوطني، لكن كنت أنتظر يعني سؤال جوهري يطرح على بيتكوفيتش: أين ستوظف شيبي؟ هل في حراسة المرمى أم في قلب الدفاع أم كرأس حربة أو على الطرفين؟ وقال وجدت لشيبي مكانا في المنتخب الوطني. الله أكبر الأساسي. الله أكبر. في نهاية بأسوأ أحواله. هذا ما أجاب به بيتكوفيتش في نهاية المطاف. اجتهد بيتكوفيتش واستطاع أن يجد مركز لشيبي وهو في العشرين سنة، وخاض عديد المباريات سواء مع فريق السابق تولوز أو في الفريق الحالي. لذلك كل هذه الأسئلة بالنسبة لهذا الثلاثي تطرح بإلحاح على الناخب الوطني. أنا أيضا أتساءل كيف لهذا الناخب أن يستدعي لاعبين مصابين؟ حجام مصاب، عطال نستطيع أن نقول مصاب أو عائد من إصابة، ورغم ذلك الناخب الوطني يستدعي لاعبين مصابين. عندما يتحدث بيتكوفيتش على أنه يفتح الباب أمام بعض اللاعبين الذين يعيشون صعوبات سواء من حيث الجاهزية البدنية أو من حيث التأقلم مع فرقهم، ويقول بأن المنتخب الوطني يساعد هؤلاء اللاعبين. أذكر بيتكوفيتش وهو الأوروبي الذي يمتلك العقلية الأوروبية ويتعامل مع اللاعب وفق منهج علمي محض، بأن المنتخب الوطني ليس حضانة لا يحتضن اللاعبين الذين لا يتمتعون بمستويات يعني تؤهلهم للدعوة إلى المنتخب. ربما شاهدنا هذه الحالة في السابق بالنسبة للاعب عطال. أذكر الجمهور الرياضي الذي ربما يخلط الأمور بأن البعض، لا أتحدث عن الكل الجماهير طبعا، أذكرهم بأن قضية عطال فينيس لم تكن قضية رياضية، كانت قضية أم تتعلق بمركز الاهتمام بالنسبة لنا كجزائريين، وهي القضية الفلسطينية وما حدث له في المجتمع الفرنسي والنادي الفرنسي نيس. لذلك عندما تم استدعاءه في تلك الفترة كان من حيث يعني حضانة هذا اللاعب على جانب أو على مستوى أكبر من الجانب الرياضي. اليوم ونحن نستدعي عطال سواء في هذه القائمة أو في القائمة السابقة عندما كان دون فريق، هذا لا يقاس بذاك، ولا علاقة لنا باستدعاء هذا اللاعب لأنه ليس لديه فريق ونحتضنه وندعمه. الفريق الوطني لا يدعم اللاعبين الذين يفتقدون للأندية والذين يعانون من إصابة. إذا كنت تعاني من إصابة عليك بالتداوي مع فريقك، وعندما تجهز بدنيا استدعيك إلى المنتخب الوطني. نفس الشيء نقوله اليوم على شيبي كدليل على أننا نحلل بالمنطق ولا نحلل بالعواطف. عندما كان شيبي في أبهى ويعني في مستواه الفني والبدني كنا ننادي بضرورة استدعاء شيبي، وكنا نندد بإبعاد هذا اللاعب لدواعي غير رياضية. اليوم وشيبي بعيد على الفورمة التي كان يتمتع بها، وهو بعيد عن القائمة التي يدخل بها فريقه في البطولة الألمانية، يتم استدعاءه. أي منطق هذا الذي يفكر به محيط بيتكوفيتش وليس بيتكوفيتش؟ لأنني متأكد بأن الناخب الأوروبي أو الرجل الأوروبي لا يفكر بهذا المنطق الذي يحاول بيتكوفيتش إقناعنا به اليوم وهو بيننا.